صيدك يا زين السمك صيدك يا زين السمك وانت اللي على بالي صيدك ودي اسمتك راح راح تمشي وي وتخش قلبي الحبيب وتخش قلبي الحبيب وتزيد عليك النار معلش يا شبار معلش يا شبار يا شبار اصل انت جواب يا دخلت السمسمية بورسعيد بداية التلاتينات تقريبا. معظم اللي أرخوا للمرحلة دي بينسبوا فضل مجيئها من السويس ودخولها بورسعيد لفنان نوبي اسمه عبدالله كبربر. في الأول الناس رفضتها، وكان من أسباب الرفض إنها آلة جنائزية بتستخدم في الزار، لكن ظهر شخص تحمس ليها وتبناها، الرئيس حسن متولي صاحب مقهى السبع حصون في حي العرب. اشتغلت السمسمية في القهوة بس فضل تواجدها محدود لحد عدوان 56 اللي حرر السمسمية من دايرتها الضيقة وحولها لسلاح بيلهب مشاعر المقاومة ضد العدوان. رغم الرفض اللي استقبلت بيه بورسعيد السمسمية وقت دخولها، لكنها كانت أكتر مدينة تطويراً للآلة، وظهرت فيها عشرات الفرق الموسيقية، منها فرقة آلة مرسي اللي تأسست في أواخر السبعينات بداية الثمانينات تقريباً من عيلة واحدة. تعثرت الفرقة شوية وقفت ورجعتها تاني للحياة فاطمة المرسي أول عازفة سمسمية في مصر. الحكاية إن أنا من عائلة فنية، طلعت لقيت السمسمية في البيت بإخواتي وأبويا بيعزفوا وبيغنوا وبيألفوا وبيلحنوا، فكانت سهلة بالنسبة لي قوي إن أنا أعزف زيهم وأغني معهم. أبو المرسي ده يعني علم من أعلام السمسمية في بورسعيد طبعاً. الله يرحمه. وبعدين إخواتك فيهم أسامي كتير كمان مميزة يعني. عبد القادر مرسي. أيوة. ده فنان شامل. هم خمسة مبدئياً تعالى نعرفهم مع بعض. تمام. يعني. عبد القادر مرسي هو مؤسس فرقة صوت البحر للتراث. مظبوط. فنان شامل. إخراج سمسمية كل حاجة. اللي علاقة بالمسرح متهيألي كمان. كان مخرج مسرحي. كان مؤلف وملحن برضو. حمام مرسي هو اسمه محمد بس الشهرة حمام. عازف ومغني. إبراهيم مرسي شهرته الإتش ده عازف ومغني ومؤلف. جابر مرسي ده اللي احنا لحقناه مؤخراً الله يرحمهم، هم كلهم اتوفوا. جابر مرسي كان هو قائد فرقة صوت البحر فاتوفى من حوالي 8 شهور، فأنا مسكت الفرقة بعد منه، بس أنا كنت معاه على طول يعني، احنا بدأنا سوا وكملنا سوا. من امتى بدأت العزف احترافية العزف؟ كان عندك كام سنة؟ يعني تقريباً 12 سنة. طب ليه ما فكرتيش مثلاً تعملي فرقة كلها ستات؟ السمسمية كلها رجالة أساساً من زمان، من سنين السنين يعني، أنا كنت بالنسبة لهم حاجة كده واحدة ستة بتعزف سمسمية ده حاجة غريبة، هما ما نفروش منها بس حبوها يعني، إن أنا في عنصر نسائي كمان بيشتغل سمسمية بيعزف بيغني
بطبل ساعات، بعمل على الدهولة، يعني بمسك معظم الآلات، فكنت حاجة حلوة بالنسبة لهم، بالنسبة للجمهور يعني.